هناك صور كثيرة لتصنيف الزلازل. يعني يمكن أن تصنف الزلازل بحسب موقعها. كما أشرنا في الصور السابقة أن أعنف الزلازل تكون عند الحواف التي يتم فيها صدام بين قارة وقارة، ومناطق الصدام أو بين قاع بحر وقارة، مناطق الصدام هي أكثر مناطق الأرض تأثرا بالزلازل. ولذلك نقول أن هذه المناطق لابد أن يتحاشى الناس إقامة العمران فيها، مناطق الصدام بطريقة مستمرة. ممكن أن نرى زلازل تحدث بمناطق الاتساع، المناطق التي يتسع فيها قيعان البحار والمحيطات يحدث زلزال، ولكنها أقل بكثير. فعندنا 80% تقريبا من الهزات الأرضية تحدث في مناطق الصدام، و 10% تحدث في الجزر البركانية في وسط البحار والمحيطات، وال 5% الباقية تتوزع على مختلف أجزاء الأرض. وعلى الرغم من إدراكنا بأن هناك أحزمة محددة للزلازل والبراكين، إلا أن لا يستطيع الإنسان أن يستثني أي جزء من على سطح الأرض من إمكانية أن يحدث فيه هزة أرضية أو ثورة بركانية، لأننا كما ذكرت نطفو فوق هذه الصهارة التي تتعدى درجة حرارة 1000 درجة مئوية، والتي يمكن أن تفعل بالقشرة الأرضية يعني ما يقدره لها ربها تبارك وتعالى. فأقول أن احنا ممكن أن نقسم الزلازل من ناحية هل هي عند حواف الألواح الأرضية أو أنها في داخل الألواح الأرضية. وعند الحواف لدينا حواف الصدام وحواف الاتساع، وحينما ننظر إلى اللوح الأرضي نجد أنها له حافة اتساع وحافة صدام، والحافتين الآخرين يتحرك الألواح عبر بعضهم البعض دون صدام ودون اتساع، تسمى حواف الانزلاق. فحواف الانزلاق يمكن أن يحدث فيها أيضا هزات أرضية، مثل الهزة التي حدثت في نوفمبر الماضي في خليج العقبة، لأن خليج العقبة والبحر الميت وبحيرة طبرية إلى مردين في جنوب تركيا عبارة عن خط صدعي تنزلق عبر الجزيرة العربية عن أفريقيا وعن الجزء بتاع الأردن وفلسطين والشام، بلاد الشام. فممكن أن تحدث هزات أرضية عند حواف الانزلاق، ولكن أعنف هذه الهزات الأرضية عند خطوط الاصطدام كما أشرت. وممكن أن تتكون هناك هزات أرضية في داخل اللوح، في داخل اللوح الصخري نفسه، كزلزال مصر الذي حدث عام 92 ميلادي، فعبر صدع كبير يمر من الفيوم إلى القدس حدثت هذه الهزة التي كان ضحاياها عدد غير قليل نتيجة تحرك الصدع، وهذه هزات في داخل اللوح الأرضي. وتسمى هذه بالهزات التكتونية، الهزات البنيوية المتعلقة بتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض. يمكن أن تتكون هزات نتيجة للثورات البركانية كما أشرت، نتيجة الثورة البركانية تحدث هزة أرضية، كما أنه يمكن أن تحدث هزة أرضية نتيجة للانهيارات، انهيار كبير في منجم من المناجم أو ارتطام نيزك كبير من النيازك بالأرض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى هزة أرضية. يمكن أن يكون هناك هزات أرضية صناعية، يعني يصنعها الإنسان، يعني يحفر حفرة في الأرض ويفجر كمية من المواد المتفجرة فيؤدي إلى حدوث موجات اهتزازية يمكن أن تستخدم وتوظف في دراسة باطن الأرض والتعرف على ثرواتها. يمكن أن يستخدم الإنسان مطارق، مطرقة كبيرة تطرق الأرض فتؤدي إلى حدوث هزات زلزالية يوظفها أيضا في دراسة داخل الأرض. لكن ممكن من ناحية عمق الهزة الأرضية نفسها، كما أشرت إذا كانت الهزة منطلقة من بؤرة قريبة من السطح تسمى هذه زلازل ضحلة المنشأ. وزلازل ضحلة المنشأ هي أكثر الزلازل تدميرا لقربها من سطح الأرض، وهي عادة تتم بين 5 و15 كيلومتر وقد تصل إلى 70 كيلومتر. ولكن ممكن أن تحدث الهزات الأرضية من عمق أكبر من ذلك، بين 70 و300 كيلومتر، وتسمى هزات متوسطة النشأة، أنها تنشأ من بؤر متوسطة في العمق، وهذه أقل تدميرا من الهزات التي تنشأ في المناطق القريبة من السطح. وهناك هزات عميقة المنشأ تنشأ إلى 700 كيلومتر، من 300 إلى 700 كيلومتر، وهذه أثرها أقل من الهزات المتوسطة وضحلة المنشأ. بعد 700 كيلومتر ينصهر الغلاف الصخري ولا يستطيع أن يهز الأرض ولا يكون له أي تأثير على الإطلاق.
كذلك يمكن تقسيم الهزات من ناحية قوتها أو يسمى بالماجنتيود. ووضع ريختر أحد علماء الزلازل وضع مقياس من 1 إلى 9 ومقياس لوغاريتمي خوارزمي، بحيث أن يعني الهزة رقم 7 تكون 10 أضعاف رقم 6 و100 ضعف رقم 5 و1000 ضعف رقم 4، يعني بقياس لوغاريتمي تتضاعف فيه القيم أس 10 بطريقة مستمرة. والهزات التي يدركها الإنسان لابد أن تكون 2 فما فوق، أقل من 2 لا يدركه الإنسان، ترصده المراصد لكن لا يدركه الإنسان، ولكن رصدها مفيد لأنه تكرار حدوث هزات حتى أقل من 2 تنذر بشيء من الخطر، ماذا يمكن أن يحدث في منطقة تتردد فيها حدوث الزلازل حتى لو كانت بقوة بسيطة. وهناك مقياس للشدة، والشدة يقصد بها حجم التدمير الذي ينتج عن الهزة الأرضية، من 1 إلى 12 مقياس مركالي، 1 طبعا لا يؤدي إلى أثر، و12 دمار شامل، ومن بينهما المراحل المتوسطة. وهناك وسائل أخرى يعني لتصنيف الزلازل غير ذلك لا داعي للخوض فيها، لكن ندرك أن الهزة الأرضية الرئيسية دائما يسبقها هزات يعني سابقة ويلحق بها هزات لاحقة، سموهم فور شوكس وآفتر شوكس. والهزة الرئيسية قد تأخذ بضع ثواني، ولكن قد يسبقها من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في وسائل للإنذار يسبقها هزات أقل في شدتها، تنبه الناس أنه قادم هزة أكبر من ذلك، ثم يتبعها بعد ذلك هزات لاحقة عادة تكون أقل منها في الشدة. وتتسبب الهزات الأرضية على اليابسة في ميوعة التربة بشكل واضح، مما يؤدي إلى انهيارات شديدة لكل ما التربة وما تحمله فوقها من مباني ومنشآت لمئات الأمتار عبر مساحات شاسعة، وينتج عن ذلك تدمير المساكن والطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية ومنشآت الطاقة والموانئ والمرافق وغيرها، خاصة الآن في محطات توليد كهرباء بالطاقة النووية. لكم أن تتخيلوا لو حدث صدع في محطة من هذه المحطات كما حدث في يعني ليكج في تشيرنوبل مثلا، يعني ممكن أن يؤدي إلى دمار لمساحة شاسعة من الأرض. وقد يصحب ذلك تدمير اشتعال الحرائق وتسرب الغازات السامة والمواد المشعة وتدمير الخزانات المائية واختلال مناسيب المياه في الآبار والبحيرات الداخلية، وفوق ذلك كله قتل وجرح وتشريد الآلاف المؤلفة من البشر والكائنات الحية من حولهم، وهذا قليل من كثير من الكوارث التي تنتج عن الهزات الأرضية. ولا أريد أن أفصل كثيرا في ميكانيكية حدوث الهزة، ولكن بإيجاز شديد أن الموجات الداخلية حينما تصل إلى السطح التأثير، يعني لدينا موجات تتحرك في داخل الصخور وموجات تصل إلى السطح، وحينما تصل ترتد إلى الداخل مرة أخرى، وهذا الذي يؤدي إلى تحريك المنشآت من أساسها ويؤدي إلى تدمير كامل للمنشآت.